اولا خصنا نعرفوا واحد القضيه انه فيما يخص اختراقات قنوات اليوتيوب العديد من الناس كتصيد وراه سبق لي واحد الضغط هذا الشيء منه في الحساب ديالي على الانستغرام، لا سواء لقنوات اليوتيوب ولا كذلك حسابات الفيسبوك. فيما يخص قنوات اليوتيوب كاين تجيب بعض الايميلات الاحتياليه بخصوص يعني شراكات وهميه، اما مثلا كيصيفطوا لي واحد الايميل كيقولوا لي بغيناك دير لنا واحد الريفيو على واحد البرنامج او على واحد الموقع او ما الى ذلك، فالشخص بطبيعه الحال كيعطيوه واحد المبلغ اللي تيكون مهم جدا، مثلا تيقول لي نعطيكم 2 مليون ولا 3 مليون، السيد كيتحمس كيقول له ولكن راه قبل ما هذا خصك مثلا اما انك تيليشارجي واحد الكونطرا وتسنيها ولا يعني وغير ذلك. المهم هو ملي تيليشارجي شي حاجه اولا كليكي على شي حاجه كيولي اما كيتانصالي ليه شي فيروس في البيسي ديالو اولا مثلا ملي كيعمر دوك المعلومات كيعمر المعلومات من فيها الباسورد القناه ديالو وبالتالي كتسرق ليه القناه ديالو. هاد نفس المساله نفس الطريقه هي اللي كتستخدم كذلك في الفيسبوك، وللاسف الشديد ان راه حتى شخصيات عموميه وتم سرقه الحسابات الفيسبوكيه ديالها بنفس الطريقه، انها مثلا حنا غنعطيك واحد 700 دولار في السيمانه او 1000 دولار في السيمانه بشرط انك تخلي الاعلانات ديالنا يظهروا في القناه ديال، وبالتالي راه حنا غادي نرسلوا لك واحد الطلب على صفحه الفيسبوك ديالك خاصك تاكسبتي. ملي تاكسبتي هو تاكسبتي لو دووا دال مينس خاطر ديال هذاك الشخص، وبالتالي تيولي هذاك الشخص تيسوبريمي وكي يعني يسرق الصفحه. اللي وقع اليوتيوبر شخضه هو على حسب ما يقول، لان للاسف الشديد انا بطبيعه الحال هنا اوصل لكم فقط ما، لان الناس اللي في يعني في القسم التقني بالشركه هما اللي تواصلوا معاه، ولكن انا بطبيعه الحال متابع الحاله ديالو. انه قال لك بما السيد حتى الطريقه باش تسرقت ليه القناه ديالو ما عارفهاش، لانه ملي كيقولوا ليه هو تيقول لهم بدي حليت واحد الايميل، وملي حليت على واحد الايميل صافي مشات ليا القناه. صعيبه هذه القضيه توقع، فبالتالي كيفاش وقع عليه يعني بالتحديد ما عرفناش. بالنسبه للاستاذ شخضه، بالنسبه للاستاذ شخضه يعني للاسف الشديد انه السيده ملي تواصلت معاه مجموعه من المعلومات ما كيعرفهاش ما متذكرهاش، ولكن مع ذلك بذلنا معاه واحد المجهود باش اننا نحصلوا على بعض المعلومات. الحدود الساعة رابط القناة ديالو ما عارفوش، يعني شي حاجة اللي هي نوعا ما غريبة، ولكن على العموم يعني رابط القناة ديالو ما معروفاش. حنا باش نسترجعوا واحد القناة خاصنا يكون عندنا الرابط ديال القناة، تعطانا واحد الرابط، حاولنا أننا نتواصلوا مع إدارة يوتيوب لأننا عندنا واحد التواصل مباشر مع إدارة يوتيوب كنشاطيو معاهم. تواصلنا مع إدارة يوتيوب، إدارة يوتيوب تقول لك هذا الرابط ما عنده حتى شي علاقة مع العمليات الاختراق اللي كتقول لينا، وإلى حدود الساعة حنا باقيين كنتواصلوا معاه نشوفوا إذا قدرنا أننا نحصلوا فقط على رابط القناة باش عاد نشوفوا استرجاع القناة. أنا جاتني غريبة لأنه أنا واحد القناة خدام فيها راه خص نكون عارف الرابط ديالها، ولكن على العموم يمكن السيد ما يعني يمكن ماشي حتى هو اللي كيصور، ما عرفتش أنا يمكن شي واحد اللي شاد ليه القناة ديالو هو اللي تيأبلودي ليه هو اللي كيجري ليه القناة ديالو، لأنه فعلا هو راه ما عرفش الرابط القناة ديالو. لا القنوات ترجعوهم، قنوات يوتيوب عديدة ترجعوها، ولكن بطبيعة الحال الناس اللي كنتواصلوا معاهم كيكونوا عاقلين على المعلومات، يعني اللي سولتي عليها كيجاوب عليها. حيت إلا ما دابا حنا إلا كنا غادي نرجعوا القناة بدون الحصول على أي معلومات منك راه تيتسمى اختراق هذاك، ما بقاش استرجاع. متفقين؟ فأنا باش نرجع هذيك القناة ديال كنسولك بعض الأسئلة، حيت أنا غير طلع بدور الوسيط، أنا راه ما كنرجع ما والو، أنا كنرجع، ولكن أنا دور الوسيط بيني وبين يوتيوب. يعني انا يوتيوب داكشي اللي تتقول لي كما قلت لك عندي تواصل مباشر مع اداره يوتيوب، انا كتعطيني داكشي كنعطي شرحه للناس اللي في التكنيك في يوتيوب، وهذوك الناس اللي في التكنيك كيحلوا المشكل كيعطيوني لي زانفورماسيون كنعطيهم لك. فهمتيني؟ هذا هو الدور ديالي انا مع اداره يوتيوب. فانت ملي كتعطيني معلومات اللي ماشي حيت انا ما يمكنش نتحقق من هذوك المعلومات، اللي ممكن يتحقق منها يا اداره يوتيوب، انت ملي كتعطيني هذوك المعلومات كنعطيهم ليوتيوب، كتلقى داكشي فيه تدخل وتخرج ما غاديش يرجعوها. وتنقول شخضه ان شاء الله يكون خير وغادي يرجعوا لك القناه ديالك، نتمنى انا فقط يكون واحد التعاون ايجابي مع السي شخضه، لانه الا ما كانش تعاون ايجابي مع السي شخضه راه ما نقدروش اننا نرجعوا القناه ديالو، لانه كما قلت لك يعني شي حاجه اللي رابط قناه باقيين واحلين فيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.